اصدقائي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بلا شك الا شفتي هذه الصوره اول مره غادي تبان لك صوره عاديه من القرن 18 او القرن 19. هي فعلا صوره عاديه، ولكن الغريب في الامر هو هذه السيده اللي كتشوفها دابا قدامك هي في الحقيقه واحد السيده اللي ميته. وهذه الظاهره كانت في واحد العصر اللي كيتسمى العصر، كما قلنا الظاهره كانت في العصر الفيكتوري. قبل ما نكملوا الفيديو، الا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى دعم القناة ديالي باشتراك وتفعيل خاصية الجرس باش يوصلك كل جديد. وإلا كملتي الفيديو عجبك بطبيعة الحال لا تنساش دير لينا لايك، وإلا ما عجبكش ماشي مشكل دير ديسلايك. كما قلنا في هذه القضية هذه كانت في العصر الفيكتوري، العصر الفيكتوري اللي كان في انجلترا ما بين سنة 1837 حتى المطلع القرن العشرين. كانت هذه الظاهرة ديال تصوير الأموات كما شفنا في الصورة الأولى، وفي هذه الصورة أيضا كنشوفوا صورة اللي هي مرعبة بحيث أنه عائلة بأكملها يعني كتبان ميتة وكيصوروها. كانوا الناس في ذاك الوقت كيموت لهم شي واحد عزيز عليهم او لا احد الاحباء، سواء طفل او لا من النساء او لا من الرجال، كانوا كيلبسوا احلى ما عندهم الملابس، يعني ملابس فاخره واللي كتبين بانها الطبقه كانت من الطبقه البرجوازيه اللي عندها الفلوس يعني عندها المال. وكيحاولوا في بعض الاحيان انهم كيديروا لهم بحال الماكياج باش يبان الوجه فيه النضاره وفيه الحيويه باش ما يبانش ميت. وايضا هاد المصورين كانوا كيتفننوا في حالات يعني الوضعيات ديال هاد الموتى، كيحاولوا يديرهم في وضعيات كما كنشوفوا هنايا في الصوره باش كيبان الحركات ديال الانسان اولا الجلسه ديالو اولا هذا كيبان انه على قيد. ولا شك ان الدافع الاول اللي كيخلي الناس يديروا هالتصرفات هذو هو كيبغيو شي ذكرى اللي تبقى تفكرهم في الناس اللي كيبغيو، داكشي علاش كيحاولوا ياخذوا معهم اخر صوره باش تبقى كذكرى. والغريب انهم كانوا كيعلقوا هاد الصور في الجدران وكانوا كيحتفظوا بها. ومع نهاية هذه الموجة هذه اللي كما قلنا سالت في بداية القرن العشرين، خلى لنا واحد الكم كبير من هاد الصور اللي مازال هذا العدد الكبير ديال الصور اللي كما غادي نشوفوا مزيد منهم، بحال مثلا هاد الصوره هاد الراجل هذا اللي كيبان هو على قيد الحياه ولكن هو ميت. فمثلا هاد السيده مثلا هنايا باين بانها كانت ميته وكيحاولوا يوضعوها في واحد الاطار اللي باش يبانوا راه هي على قيد الحياه. كانوا الاطفال بزاف كيبانوا في هذه الصور هادو، ربما لان في هذيك الفتره كانت بزاف ديال الاوبئه او الامراض مثلا الكوليرا مثلا، حيت كانت اوروبا مرتع مجموعه من الاوبئه اللي كانت وامراض كانت معديه وكتنتشر بواحد السرعه كبيره، وهذا الشيء كيخلي نسبه الوفيات كتكون كبيره. فمثلا كنشوفوا هنايا الرضع، كنشوفوا يعني جميع الفئات العمريه، لان التكلفه كما قلنا ديال هذه القضيه ديال التصوير في ديك الفتره كان تصوير الفوتوغرافي عفوا كان غالي بزاف، فكانوا فقط الاسر الغنيه هي اللي كتستعان به، وكان يعني كيكون مره في شحال. داكشي علاش كانوا كي يعني كيغامروا وكيعيطوا على المصور باش كما قلنا كيدير دوك الوضعيات الموتى باش ياخذوا صور تذكاريه. كانوا ايضا الرسامين كيديروا هذه القضيه هذه، الا انه الرسم كان اغلى بكثير من هذه القضيه ديال التصوير الفوتوغرافي. هذه الظاهره اكتشفتها اول مره في واحد الفيلم اللي تنتج سنه 2000 اللي سميتو الاخرون او لا لي زوتر بالفرنسيه ذا اوذرز باللغة الإنجليزية. أنا تفرجت فيه بطبيعة الحال بالترجمة، وهذا الفيلم كيعرض واحد القصة اللي هي خيالية بأن واحد المرأة ووليداتها هما متوفين، ملي غيكتشفوا الصور ديالهم هما بحال هذا النوع ديال الصور وغيبداو يقلبوا على القبور ديالهم فين كانوا مدفونين. يعني هي قصة خيالية، ولكن من جيت نتحقق لقيت بأن الظاهرة فعلا كانت موجودة كما قلنا في هذا العصر اللي كنسميوه العصر او اللي كيسميوه هما بالعصر الفيكتوري. ما ننصحكمش انكم تشوفوا هذا الفيلم الا كنتو بوحدكم، خصوصا بالليل، لانه فعلا فيلم مرعب. كانت ايضا بعض الصور اللي شبيهه بما نسميه اليوم بالفوتوشوب، ولكن هما ما كانش عندهم لي زابليكاسيون باش يديروا الفوتوشوب، يعني صور غير حقيقيه في نفس الحقبه بحال هذه الصوره هذه كما كنشوفوا.
كانوا كيستعملوا هما تقنيات اخرى باش يديروا كما كنقولوا حنا الفوتوشوب. بعض المرات كيستعملوا قلم الرصاص او لا، يعني مجموعه من التقنيات اللي كيعرفوا لها هما. اصدقائي شكرا على المتابعه، كان هذا موضوع خفيف ظريف. كاين مجموعه من العادات اللي كيديروها الاوروبيين واللي غادي نهضروا عليها مازال في مواضيع قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه مره اخرى.